لماذا أنت موافق على هذا التحرك من المركز؟ طيب، مساء الخير مدام لميس، مساء الخير استاذ هاني. اهلا. احنا موافقين ليه على القرار؟ اولا احنا مش موافقين على اي قرار في المرحله دي باسباب هيكليه، عشان القرار ده مش هيقعد معانا للمستقبل، هي مرحله وهنعدي بيها. نحاول نشرح بس بسرعه احنا في انهي مرحله من مراحل الاصلاح، اللي ناس كتيره ابتدت تتساءل اصلا هل احنا المصلاح ده بنعمله كل شهر كده بيطلع في دماغنا نعمل حاجه فبنعملها كبلد، ولا الحكومه او البنك المركزي ماشي طبق منهج. البنك المركزي ماشي طبق منهج واضح وصريح، البرنامج بتاعه تقريبا هيستمر لمده سنتين. السنتين دول ابتدوا في 3 نوفمبر اللي فات 2016، ويشمل 3 مراحل رئيسيه. احنا في المرحله الثانيه، قبل ما اشرح المراحل باختصار شديد. المرحله الاولى مدام لميس، حضرتك عارفه ان اساس المشكله ان مصر كانت استنزفت كل مواردها الدولاريه على مدار سنتين. وصلنا في اخر 2016 الاحتياطي تقريبا استنزف تماما. قطاع البنكي نفسه خارج البنك المركزي كان استنزف ما يقارب من 6 او 7 مليار دولار عشان يجيب للناس الافراد والشركات الواردات من الاغذيه والادويه وخلافه. طب المرحله دي ما كانتش يمكن ان احنا نستمر عليها، والجنيه المصري كان مقاوم باعلى من قيمته. فاول مرحله في بلاد كتيره ممكن تاخد شهر شهرين ثلاثه او اربعه، احنا قررنا نعملها في يوم واحد، بيسموها الشوك ثيرابي، الصدمه. فخلصنا المرحله دي من السنتين في 24 ساعه، صحينا لقينا سعر الصرف محرر. المرحله الثانيه اللي هي تستمر سنه او سنه ونص المنتصف تقريبا 2018، معروفه في العالم كله في الدول اللي بتصاب بنفس الازمه دي، اسمها مرحله اعاده بناء المدخرات، سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة. طبعا العملة الصعبة أهم. طب نبص على الأرقام، الاحتياطي بتاع البنك المركزي ابتدى يزيد، كان حوالي 26 27 مليار دولار في وقت الأزمة، دلوقتي وصلنا ل 31 مليار دولار. طب الرقم ده مهم وكل حاجة، بس في رقم أهم منه. زي ما كنا بنقول إن القطاع البنكي 39 بنك اللي في مصر فقدوا ما يقارب 7 مليار دولار، جزء منها من ودائع الشركات والأفراد. طب هل القطاع البنكي ينفع إنه يستمر بهذا المنظر؟ القطاع البنكي في أي دولة هو سبب، يعني سبب كارثي للأزمات، هو وقطاع العقارات. حاليا هذا الرقم في اكتوبر 2016 ماينس 7 مليار، ناقص 7 مليار مطلوبات البنك، البنوك ناقص اصولها ناقص 7 مليار دولار مديونيه، اوصافي مديونيه. الرقم ده في مايو تحول الى سيربلس، الى فائض 800 مليون دولار في خلال 7 اشهر. في دول ممكن تستغرق سنتين عشان تعيد بناء الفوائد. طب بعد ما نخلص المرحله الثانيه اللي احنا ابتدينا نملى فيها الخزنه اللي فضيت، لو يعني نستخدم تعبير مبسط، هندخل في انهي مرحله؟ البنك المركزي كان واضح وصريح، قال التارجت بتاعه اخر 2018 يستهدف معدل تضخم كام؟ 13%. مقابل كام دلوقتي؟ 30 35%. ضمنيا البنك المركزي بيقول انا هبتدي ايسر السياسه النقديه، اوفر سيوله محليه في السوق خلال سنه ونص او سنه من الان. اذا فاحنا في مرحله هدفها الرئيسي اعاده بناء المدخرات وليس دعم النمو الغير مستدام. وكلمه اخيره، النمو دلوقتي انا مش بقتله، انا بدعمه في القطاعات التي تستحق او ان انا عاوز افضلها، بيسموه نمو انتقائي. هل يا مدام لميس حضرتك مش ما كان في نقص غاز من حوالي سنه في معظم الشركات؟ الغاز حصل له ايه دلوقتي؟ عشان دفعت مستحقات الشركات الاجنبيه، شركه العز مثلا على سبيل المثال كان بيشتغل بطاقه انتاجيه 30 40%، حاليا داخله في 80 85. غاز حقل زهر تم اكتشافه، حقل النورس ناس كتيره مش سامعه عنه، زود مليار قدم مكعب يوميا لانتاج مصر، وابتدى يسد فجوه الاستيراد. مش ده انتاج وزياده في الانتاج؟ اذا انت بتقول لي انه هذا القرار انت تؤيده لانه بيعيد يعني المدخرات مره اخرى، احنا في مرحله بناء المدخرات. بالظبط. وايه تاني؟ ان احنا كمان نعمل توقعات التضخم. ان التضخم حاليا 35% خاصه بعد زياده اثار وعايزه في اخر 2000 13%. فانا عاوز 2017 2018 و18 بالظبط. فاحنا عاوزين نخلي الناس ايه اللي بيحصل في توقعات التضخم. حضرتك عارف ان التضخم نوعين، في صدمه العرض وصدمه الطلب اللي الناس عارفاها. طب في ناس كتيره بيقول ايه علاقه سعر الفايده؟ هل هو هينزل سعر البنزين تاني بدل ما 5 جنيه مثلا هينزل 2 جنيه؟ مستحيل، والبنك المركزي مدرك كده. البنك المركزي غرضه الرئيسي هو التحكم في الصدمه الثانيه، صدمه التوقعات، وده اللي بيحصل دلوقتي. وتحجيم السيوله النقديه بحيث ان هو يحقق التارجت بتاعه في الميعاد المحدد.